يا صباح الخير، يا صباح السعادة، يا صباح الجمال. بنقول لكم صباح الجمال من هنا، من شاشتنا، شاشة قناة الصحة والجمال. مش عايزة أبدأ يومي وأقول لكم نقط الضعف. كل حد فينا عنده نقطة ضعف بيبقى عارفها، واللي حواليه القريبين قوي بيبقوا عارفينها، بس المهم إن هو ما يتكلمش بيها، ما يصرحش بيها. مش كل ما يقعد مع حد يقول له أنا بحس بكذا، أنا بخاف من كذا، أنا شايف كذا، أنا عندي نقص في كذا. لأن اللي بتقوله على نقط ضعفك النهاردة ممكن ده يكون سلاح يستخدمه ضدك بعدين، ونقط ضعفك تكون هي الرصاصة اللي هترشق في صدرك وتكون طالعة أصلا منك أنت. دايما اتعود إن المعاملة بالمعاملة، الحب بالحب، التقدير بالتقدير. اللي يديك حب اديه الحب، وكل حد يديلك اديله على قد ما ادالك، ما تديلوش زيادة عشان ما يحسش بنفسه قوي، وما تديلوش نقص او اقل منه عشان ما يحسش ان انت برضو بتتعالى عليه. اديله على قد ما هو بيديلك. كل ما يديلك اهتمام وتقدير وحب اديله اهتمام وتقدير وحب، وكل ما يديلك تجاهل وبعد انت عزز نفسك قوي. وبكده ببدأ معاكم حلقتي النهاردة، وحلقتنا النهاردة بتدور حوالين محور جامد جدا كلنا بنفكر فيه، أو أغلب السيدات أصلا بيفكروا فيه. كل ست تخنانة شوية، زايدة شوية، وزنها زايد شوية، بتفكر تعمل دايت، أروح لدكتور، أتبع نظام غذائي، طب أروح جيم. النهاردة معايا أخصائية التغذية العلاجية ياسمين عبد الله، منوراني النهارده في الاستوديو. اهلا يا ياسمين. اهلا بحضرتك، نورتيني جدا في الاستوديو. منورك ياسمين. احنا كلنا بنحب الاكل، يعني مفيش شك، صح كده؟ بنسمع بقى عن ايه، لا ده في غذاء صحي، لا في اكل صحي، لا في تغذيه سليمه. خليني بقى استغلك النهارده وتقولي لنا يعني ايه تغذيه سليمه. التغذيه السليمه دي هي النظام الغذائي اللي انا بعمله لازم يكون نظام صحي متوازن، يكون فيه العناصر الغذائيه اللي جسمي بيكون محتاجها، زي البروتين وزي الدهون الصحيه وزي النشويات المعقده وزي الفيتامينات والمعادن. لازم اضمن ان الوجبه بتاعتي لازم يكون فيها جميع العناصر الغذائيه دي. الله عليك، نشويات معقده. يعني خليني بقى هقف لحظه عند كلمه نشويات معقده دي. طيب. انا اعرف النشويات رز. أيوة. عيش. لا. صح. أيوة. انما ما قالوليش دي معقده ولا مش معقده. ايوه، لان عندنا النشويات بتتقسم لنوعين، نشويات بسيطه ونشويات معقده. النشويات البسيطه دي تاثيرها على سكر الدم ان هي بترفع سكر الدم قوي، ودي هنلاقيها في السكريات وهنلاقيها في الحلويات عموما وهنلاقيها في منتجات الدقيق الابيض. انما النشويات المعقده دي هنلاقيها في الحبوب الكامله، هنلاقيها في الشوفان، هنلاقيها في البطاطس والبطاطا، اللي هي ما بترفعش سكر الدم زي النشويات البسيطه، تاثيرها على سكر الدم بيكون بسيط. تمام. طب نقدر نقول ان النشويات المعقده دي بتاخد وقت في الهضم شويه فبتحسسنا ان احنا شبعانين، ولا الاثنين واحد؟ بالظبط، النشويات المعقده بتاخد وقت على ما تتهضم، انما النشويات البسيطه جايه من اسمها هي بتتهضم بسرعه جدا. تمام دكتور. يعني البطاطا والبطاطس دول معانا في انظمه الدايت؟ اه طبعا معانا. حلو قوي. يعني طيب احنا كمصريين اول حاجه بنعملها اول ما نقوم الصبح نضرب طبق الفول بالطعميه وجنبه المخلل والبصل الاخضر والبطاطس المقليه، صح؟ بنقلي البطاطس. تمام. قولي لي بقى، هل في اكل يعني معين لازم ابدا بيه يومي، ولا يعني احنا اللي بنعمله ده صحي ولا مش صحي اصلا؟ هو المفروض ان انا لو عايز ابدا الفطار بتاعي يكون كويس، المفروض ان انا ابعد عن المصادر النشويات البسيطه دي، ابعد عن السكريات، ابعد عن الاكل المقلي عموما، ابعد بقى. في ناس بتفطر بالشوكليت، كورن فليكس، الحاجات دي كلها بتعلي معايا نسبه السكر، فانا محتاج ان انا عشان اخد الاكله دي لو انا نفسي فيها ان انا ابدا ادخل معاها مصدر بروتين صحي، مصدر دهون صحي برضو. تمام. الشوكولاتات يا جماعه بقى، وما ادراكم بالشوكولاته، عندي الستات. أيوة. نضيف يعني ليها دهون صحيه وبروتين وناخدها عادي. اه يعني ما انا لسه كنت هقول لك، انا افرض ان انا نفسي هفتني على واحده شوكولاته. أيوة. انا ناخد مكعبين ونكون جنبهم برضو ممكن خضار، ممكن الكنترول يكون بيقول لي واحده بس، علبه كامله اعمل ايه؟ لا هي مكعبين بس، انا هاخد العلبه كلها. لا لازم نعمل كنترول. يعني اخد بس اخد بكميات، بكميات محدده، محدوده، كميات محدوده. طيب انا من الناس اللي ما بتعرفش تتبع نظام غذائي معين.
بزهق بسرعه ان انا امشي على دايت، بيقولوا لي سعرات حراريه، في هرمونات، احسبي سعراتك. معلش انا مش هقعد بقى اجيب اله حاسبه واحسب انا هاكل قد ايه، انا ببقى جعانه فهاكل لحد ما اشبع. فانا عايزه اعرف موضوع السعرات ده، وهل ليه بديل، وازاي احسبه، يعني ناقشينا او كلمينا اكتر. مبدئيا كده هو انا عشان ابدا اخس لازم جسمي محتاج سعرات حراريه، تمام؟ فعشان المفروض لو انا عايزه اخس فباخد اقل من احتياجاتي من السعرات الحراريه دي، دي حاجه لازم نعملها. بس الفكره بقى في السعرات الحراريه ان في ناس بتبدا ان هي تاكل كل اللي هي نفسها فيه من ضمن السعرات بتاعتها دي، يعني ممكن ناس بتاكل بيتزا مثلا وتقول انا كده كده وبتخس فعلا لانها بتاكل اقل من احتياجها، فده وقتها تاثير الاكل ده على جسمنا بعد ما تخس هيحصل عنده مشاكل، هيلاقي عنده نسبة الكوليسترول بتكون عالية، اللي بيرجع تاني يزيد في الوزن تاني. فهو ما تحكمش على الشهية نفسها، وفي مفروض نظبط الهرمونات. يعني مهم جدا نركز على نوع الأكل اللي احنا بناكله عشان تأثيره على الهرمونات بتاعة الجسم. لحظة أنا معلش بس هفهم حاجة، حتة السعرات الحرارية وإن أنا أخد أقل من سعراتي علشان أبدأ أنزل وزني، تمام؟ قلتي بيبقى ليه أضرار فيما بعد، يعني نظام السعرات الحرارية ده يعتبر مش مظبوط صح؟ هو مظبوط لو احنا اتبعنا، لو نوع الاكل اللي احنا اكلناه كويس من مصادر صحيه، زي ما قلت لك في الاول ان احنا بنبقى محتاجين الوجبه بتاعتنا تبقى فيها نشويات معقده ودهون صحيه وبروتين وفيتامينات ومعادن زي الخضار مثلا. يعني انا لو حسبت سعراتي ووزعتها على الاكل الصحي او انواع الاكل الصحي ده تمام، ما فيهوش اي مشكله. بالظبط، ما فيهوش اي مشكله. انا بتكلم على الناس اللي هي بتبدا تاكل النشويات بقى، الاكل المقلي، الاكل الفاست فود من ضمن احتياجات سعراتها عشان تخس. ده طبعا لا، ده غلط، ده بيزود عندي مشاكل تانية. كده كده بيخس بس برضو بيحصل عندي مشاكل تانية بعدين، بعد ما بيخس بيرجع تاني يزيد في الوزن. فاحنا محتاجين ان احنا نظبط هرمون الجوع وهرمون الشبع وهرمون الانسولين وهرمون الكورتيزول، ده اللي بيجي من التوتر. فانا لازم اركز على نوع الاكل اللي انا باكله عشان تاثيره على الهرمونات، عشان احط جسمي في تحت ان هو الهرمونات دي هي اللي هتساعد جسمي ان هو يبدا معدل الحرق ان هو يبدا يزيد، وان انا افقد وزني بسهوله. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. قلتي لي زياده الوزن، تمام؟ انا عشان اروح اعمل دايت، فالطبيعي يا اما وزني زايد يا اما شكل جسمي غير متناسق او بعاني من السمنة. السمنة صح كده؟ وهنا بقى لازم نعمل وقفة ونعرف ايه هي اسباب السمنة. تمام. هي اسباب السمنة عموما كلنا عارفين ان يعني كل حد بيجي يقول انا عندي السمنة دي وراثة، هو الجين بيكون موجود بس عادات الاكل الغلط اللي عندنا هي اللي بتخلي ان الجين ده ان هو يبدا يبقى نشط، تمام؟ فلما الجين ده بيبدا ان هو يتنشط وقتها ده بيتنشط اصلا ازاي؟ بعدات بقى الاكل الغلط، الفول والطعميه المقلي الكتير والبطاطس المقليه والفاست فود والشغل والنوم بايظ وكل الحاجات دي بايظه، ده بيبوظ عندي كل حاجه. انا عايزه اقول لك في الكنترول بيقول لك طب والعدس ومحشي الكرنب في الشتاء اخباره ايه؟ لا العدس حلو على فكره، والكرنب تمام مفيد برده، والمحشي. هي الفكره ان احنا هناخد كميه قد ايه من المحشي عشان نبدا ان احنا برده نفقد من الوزن. بس المهم بقى ان السمنه دي بتفتح عندي هي بوابه الامراض، يعني احنا لو سبناها احنا المفروض نخس عشان السمنه لازم نتحكم في وزننا، عشان احنا لو زدنا في الوزن دي السمنه معروف ان هي بوابه كل الامراض اللي بتحصل لنا. ياسمين تعالي نلفت نظر المشاهدين ونقول لهم السمنه بتؤدي لامراض معينه ونخوفهم شويه عشان ايه، يعني ياخدوا بالهم من اكلهم. الامراض دي ممكن تكون زي ايه؟ بتبتدي في الاول بمقاومه الانسولين، في بنات بيجي لها تكيس على المبايض بسببها، بيبقى ارتفاع في ضغط الدم، في ناس بيجي لها فاتي ليفر، دهون على الكبد، مشاكل في القولون، بيجي لهم قولون عصبي او جرثومه المعده. دايما عارفين ان جرثومه المعده دايما بتسبب النحافه، فلا الدراسات الحديثه اثبتت ان هي ان جرثومه المعده بتيجي برده مع زياده، بتسبب زياده في الوزن. في تاني مشاكل ال LDL، بيكون نسبه الكوليسترول الضار في الجسم بيكون عالي. تمام. طيب قلتي مقاومه انسولين، قلتي سكر من النوع الثاني، قلتي مجموعه امراض. لو في اخصائي تغذيه علاجيه زي حضرتك كده وراح له حد يعمل معاه دايت ويكون مصاب
باحد هذه الامراض. هل بيبقى ليه نظام غذائي معين خاص بيه؟ بالظبط، اصلا كل واحد المفروض يبقى ليه نظام مخصص ليه، لان هو بيرجع للطول بتاعك، للوزن بتاعك، مشاكلك الصحيه، حالتك، روتين يومك بيبقى مختلف عن يومي مثلا، العادات الاكل بتاعتك غير عادات الاكل بتاعتي، الاكل اللي انت بتحبيه غير الاكل اللي انا بحبه، فكلنا بنبقى محتاجين نظام معين مناسب لحالتنا احنا بس. تمام. انا حد من الناس ما بعرفش امشي على دايت. انا حد من الناس تعب نفسه قوي مع الاكل يعني. هنعمل خطوات بسيطه تبدا ان احنا نلتزم بيها، وخاصه ان احنا مع نظام شغلنا واحنا اغلب اكلنا بره البيت. تمام. اغلبه فاست فود او اغلبه اكل دليفري، فاحنا مش عارفين يعني نظبط اكلنا، مش عارفين نمشي على نظام دايت. قولي لنا بقى، تنصحينا بخطوات بسيطه نعملها وتساعدنا ان احنا ننزل او نحافظ على اللي احنا فيه يعني. تمام. اول حاجه، الوجبه بتاعتنا لازم تحتوي على بروتين. لازم كل الوجبات اللي احنا هناخدها لازم يكون فيها نسبه بروتين. تاني حاجه، لازم برضو نبدا ان احنا ندخل الخضار في اكلنا والبقوليات. هنرجع تاني للاكل النباتي. تالت حاجه، ان احنا المفروض ترتيب الوجبه مهم جدا، ان انا المفروض ابدا بالطبق الخضار بتاعي، طبق السلطه، بعد كده اخد المصدر البروتين والدهون الصحيه، اخر حاجه خالص النشويات بتاعتي، انام كويس، اشرب ميه كويس، اتحرك 10 دقائق مثلا بعد الوجبه على طول، او ممكن اتمشى في خلال اليوم كله نص ساعه مثلا. كل العوامل دي هتساعدنا ان احنا نبدا هنفقد الوزن، وبالتالي هنعمل روتين تتعودي عليه. اسعار اللحوم دلوقتي بقت يعني بقت غاليه جدا. ايوه، ما هو البقوليات، البروتين يعوض. ما هو البروتين هنبدا ندخل البقوليات، والبقوليات فيها مصدر الياف عالي جدا ومصدر بروتين، زي العدس، زي الفاصوليا. ممكن نعمل طبق سلطه نحط فيه كوبايه عدس مثلا، العدس البني نسلقه، ممكن نعمل نص كوبايه حمص مثلا. تمام. نحطهم مع بعض. الكشري الناس فاكره ان هو بيتخن، لا، انت المفروض لو خدت طبق كشري انت كده خدت احتياجاتك الكامله اللي انت محتاجها. تمام. لانه بيبقى فيه عدس وبيبقى فيه حمص، وده مصادر بروتين، لما بيندمجوا مع الرز بيكملوا مصدر البروتين بتاعهم. ما شاء الله على المصريين، دايما رجاله، حتى في اختيار اكلاتهم الشعبيه. الكشري كلنا بنعشق بس هو الكشري. الفكره في الكشري ان احنا بناكل منه كميه كبيره قوي، فلا احنا المفروض ناكل كميه على قدنا. كنت اقول لك كده، الكشري احنا بناخد الاحجام الكبيره اللي تناسبنا يعني. لو ضفنا جنبه بيضه برضو يبقى كده تمام، احنا قفلنا احتياجاتنا من البروتين. تمام. احنا كده بننصح كل محلات الكشري ان كل طبق كشري ينزل جنبه بيضه، عشان كده يبقى نظام صحي ودايت. بالظبط. ياسمين، قلت لنا السمنه واسبابها، وقلت لنا وخوفتينا، وقلت لنا ان احنا بتعمل امراض، وقلت لنا انواع الامراض. قول لنا بقى ازاي نتخلص منها، يعني جه دورك تعرفينا هنخلص منها ازاي. ازاي نتخلص منها؟ هي ان احنا نبدا الوجبه بتاعتنا بالبروتين، ونبدا بالخضار، وناخد خضار. لازم نلعب رياضه، الرياضه مهمه جدا. ان انا ابدا الوجبه بتاعتي بالخضار، عشان ما احنا اتكلمنا في الاول ان سكر الدم لما بيبدا ان هو بيرتفع، المفروض ان انا باخد مصدر دهون صحيه مع الوجبه، حتى ممكن معلقه مثلا زيت زيتون اضيفها للوجبه. مين. وقتها بتمنع ان سكر الدم يرتفع بسهوله في الدم. تمام. بنلعب رياضه طبعا. وننام كويس، ونبعد عن القلق والتوتر. القلق والتوتر والسهر ده حاجه مش عارفه بالظبط، لان ده بيفرز عندي هرمون الكورتيزول، وهرمون الكورتيزول ده بياخد الاكل بيخزنه على هيئه دهون. تمام. فالمفروض ابعد تماما عن القلق والتوتر. قولي لي، ممكن نظام دايت ينفع مع حد وما ينفعش مع حد تاني؟ يعني ممكن تقولي لي على نظام دايت ونجربه ويطلع مش مناسب ليا؟ واذا كان النظام ده مش مناسب ليا، ايه العلامات اللي تعرفني ان نظام الدايت ده مش نافع معايا؟ احنا زي ما قلنا ان كل واحد بيبقى محتاج الدايت المخصوص ليه. العلامات بقى اللي بتحسسنا كده، اول حاجه ان انا بحس ان الدايت ده مش كفايه بالنسبه لي، بحس ان انا الوجبه مش بالنسبه لي مش كافيه، او ان انا بجوع بسرعه جدا بعد الوجبه، طول اليوم بحس ان انا يعني الصبح ملتزم جدا بالدايت، اخر الليل انا بايت في الثلاجه، باكل كل حاجه عشان انا الوجبه مش مكفياني. انا حطيت السرير جنب الثلاجه. انا تاني حاجه بالنسبه لنا، ان انا بنزل نزول بيكون سريع، وبشرتي بتكون بقى شحبه، لتكسير في الضوافر، الشعر بيبدا ان هو يتساقط، بحس دايما بقلق وتوتر وارق في النوم. كل دي اعراض بتبين لي ان الدايت ده مش مناسب معايا. تمام. طيب قولي لي بقى، احنا في الشتاء، عايزه اقول لك بقى، تعب النهار كله
بيطلع بالليل. اه بنجوع جدا بالليل. انا عايزه اقول لك، انا لسه بتقولي الثلاجه، قلت لك انا نقلت السرير جنب الثلاجه. أيوة. لان احنا بالليل كل شويه من الاوضه للثلاجه عايزين ناكل، مش حاسه، انت مش حاسه بشبع خالص. ايوه. فقولي لنا بقى مشكله الجوع في الشتاء ده نتحكم فيها ازاي؟ هي الفكره كلها جت منين؟ ان احنا بالليل عشان احنا بدانا بنسهر بالليل وبنصحى متاخر، او ان احنا روتين يومنا ان انا طول اليوم ببقى في الشغل ومشغول ومش فاضي ان انا اكل، واجي اراكم وجباتي كلها بتكون بالليل. فانا المفروض ان انا اول حاجه مبدئيا ان انا لو انا انسان فاضي عادي وقاعد في البيت، المفروض ان انا ابدا انام من بدري واصحى الصبح واخد وجبه الفطار، مهمه جدا وجبه الفطار ان انا افطر الصبح، ولازم تكون الوجبه متكامله فيها البروتين وفيها الدهون وفيها النشويات المعقده، ويكون فيها طبق الخضار عشان اخد منها الفيتامينات والمعادن اللي جسمي محتاجها. ده هيساعدني ان انا اشبع على فترات طويله من اليوم. تمام. والنهم والشراهه اللي بتجيلي بالليل دي هبدا ان انا اتحكم فيها جدا. تاني حاجه ممكن نضيف معلقه كبيره من بذور الشيا مثلا على كوبايه ميه قبل وجبه الفطار. ممكن في نص اليوم برضو نضيف معلقه من كشور السليم، ممكن هنلاقيها في الصيدليه برضو، نحطها ندوبها في ميه وناكلها برضو، نشربها قصدي وسط الوجبات. تاني حاجه بقى وجبه العشاء. وجبه العشاء احنا اغلبنا بيتعشى ايه؟ فاكهه بقى وبياخد حاجات كده اللي هي بسيطه جدا. لا، مهم جدا نضيف وجبه محشي. محشي دي ما هو المحشي ده كارثه، ان احنا بالليل وبننام على طول. لا طبعا، لازم نزود بروتين في وجبه العشاء. تمام. عشان نحس، لان البروتين والدهون الصحيه هي اللي بتحسسنا بالشبع. البروتين اللي تنصحينا بيه بخلاف الزبادي، عشان مش كل حد يتكلمني يقول لي زبادي ليمون، زبادي ليمون. لا لا عادي، ممكن ناخد علبه تونه على طبق سلطه مثلا، ممكن ناخد قطعه جبنه قريش برده ونقطع معاها خضار ونحط عليها معلقه زيت زيتون، ممكن ناخد بيضتين مسلوقين مثلا مع طبق سلطه برده، وممكن ناخد في مصادر كتير للبروتين، ممكن ناخد كوبايه ترمس نتعشى كوبايه ترمس، ممكن نحط مثلا كوبايه الزبادي ونضيف ليها لا بس هنضيف، مش هنحط بقى عليها ليمون، هنحط عليها مثلا شوفان ونبدا نحط عليها مصدر للفاكهه، ويكون الزبادي احنا عاملينه في البيت عشان يكون فيه نسبه بروتين اعلى، او ممكن نجيب زبادي يوناني لان نسبه البروتين فيه بتكون عاليه جدا. خليني اقول لك ان انا من الناس اللي مش بتحب الشوفان، مش بتحب السلوز، مش بتحب بذور الكتان، جربت الحاجات دي كلها والطعم بتاعها مش بيبقى مستساغ بالنسبه لي، مش حباها. انا عايزه اعمل دايت بعيدا عن كل الحاجات دي. تمام. احنا ممكن نبدا عادي ممكن الفول بتاعنا طبق فول الصبح ممكن يبقى عباره عن 6 معالق فول مثلا، ونحط عليهم معلقه زيت زيتون ونقطع عليه خضار، ويكون معانا طبق سلطه وربع رغيف عيش مثلا وبيضتين مسلوقين جنبه. تمام. ده كفطار مثلا. ممكن برضو نفسه في العشاء، يعني وجبة الفطار هي بالظبط انها ممكن تكون نفس وجبة العشاء. بصراحة انا والناس من كتر ما بتقولي فول وزيت وليمون، انا خلاص يا جماعة انا حاسة بيكم، يعني انا زيكم دلوقتي، احنا عايزين نفطر بعد الحلقة على طول. اتفضل. ممكن برضو ممكن لو في متبقي بروتين من وجبة الغداء ممكن ناخدها كمصدر عشاء عادي جدا. ممكن برضو ناخد طبق سلطة ونحط نص كوباية حمص مع نص كوباية عدس ونتعشى بيها. اهم حاجة بقى ان وجبة العشاء دي تكون قبل وجبة النوم بتاعتي ب3 ساعات، يعني ما اخدش وجبة العشاء بتاعتي واروح انام على طول. انا مش فارق معايا احنا هننام امتى او هنخلص الوجبات بتاعتنا امتى، بس المهم بالنسبه لي ان يكون فرق ما بين وجبه العشاء والنوم 3 ساعات. تمام. طيب الديتوكس. اغلب الناس والجروبات على السوشيال وعلى الفيسبوك ايه الديتوكس؟ اعملوا خيار وتفاح وحطوه في ميه وحطوا معاه مش عارفه شرايح ليمون ومش عارفه ايه. انا شخصيا جربت ما مش لاقيه له نتيجه، مش هيخس، مش اي حاجه يعني. بالظبط. هو الديتوكس ده اللي بيبداوا ان هم ياخدوه، لان في ناس كتير جدا على فكره ما بتعرفش تشرب ميه وما بتحبش طعم الميه خالص. فبالنسبه لها ان هي نبدا نضيف لهم مثلا الخيار ومثلا شرايح الجنزبيل، او ممكن مثلا نحط الفراوله او ايا كان نوع الديتوكس اللي احنا هنحطه ده بيغير، او ممكن شرايح البرتقال مثلا ده بيغير من طعم الميه. فاحنا ممكن نبدا نديه للي ما بيحبوش ميه طعم الميه اصلا ولا بيشربوا ميه كحاجه، احنا بنغير لهم الطعم عشان يتقبلوا طعم الميه. تمام. بالظبط. بس هو الديتوكس ما بيخسس،
بس العناصر اللي احنا بنحطها جواه، يعني البرتقال مفيد، الليمون مفيد، الجنزبيل مفيد، كل الحاجات دي مفيده، بس مش دي اللي هتساعدنا ان احنا نخس. يعني ما نبقاش احنا مش عاملين دايت بلان اصلا ونعتمد ان الديتوكس ده هو اللي هيخسسنا ونلتزم بيه، لا هو مش هيخسسك. يعني ده بيغير بس نكهه الميه بالظبط، وبناخد الفوائد بتاعه المنتجات اللي احنا حاطينها جواها بس، انما مش دي اللي هتخسسني. ياسمين كاخصائيه تغذيه علاجيه، تنصحينا بسكر الدايت او لا؟ يعني استخدام السكر العادي بكميات بسيطه افضل ولا استخدام سكر الدايت افضل؟ انا دايما مع ان انت تاخدي لو الشخص ده بياخد نسبه سكر عاليه قوي، يعني في ناس بتشرب الشاي مثلا 5 كوبايات شاي بثلاث معالق سكر، انا بشوف دايما ان احنا نقلل بالتدريج السكر العادي قبل ما ندخل السكر الدايت. تمام. لان السكر اللي هو عنده كريفنج من السكر العادي لو اخد بديل ليه هيرجع فتره، اول ما يخس هيرجع تاني ياخد السكر الطبيعي عادي جدا اللي احنا بناخده. تمام. فبالتالي هو المفروض ان هو يقلل بالتدريج عشان وبعد كده لما يوصل لثلاث معالق ممكن لو حب ان هو يزود اي حاجه تانيه ممكن يبدا ياخد السكر الدايت. معروف جدا ان السكر الدايت بيسبب كانسر والحاجات دي والامراض دي كلها، لا هو ما بقاش يسبب كانسر ولا اي حاجه، بس هو الفكره ان اخر دراسات اثبتت ان هو بيرفع نسبه السكر في الدم زيه زي السكر العادي برضو. فعادي احنا ممكن لو بنحب السكر الدايت ومتقبلينه وناخده، لو ما بنحبوش ممكن ناخد من معلقتين لثلاث معالق من السكر العادي بتاعنا. طب وسكر النبات اخباره ايه؟ سكر ستيفيا ده حلو جدا لو هنبدا ان احنا ناخده، ده احسن بكتير. يعني ممكن احلي بيه الشاي واحلي بيه؟ اه طبعا، اه ده احسن حاجه اصلا موجوده دلوقتي في السوق. طيب هاي. نصيحة أخيرة توجهها لنا وتوجهها للسادة المشاهدين بخصوص الدايت، تحب تقول لهم إيه؟ أحب أقول لكم إن الدايت مش حرمان، وإن إحنا لازم نخرج دايما من عقلية إن أنا لازم أعمل دايت قاسي عشان أبدأ أخس. الدايت القاسي لو استمريت عليه فترة طويلة العكس، أنت هتلاقي عليه نتيجة عكسية، أنت ممكن تزيد في الوزن بالدايت القاسي اللي أنت عامله، صحتك بتبدأ إن هي تتدهور، علاقتك مع الأكل نفسها بتبدأ تبوظ، بيحصل فيه شراهة في الأكل، فده طبعا بيأثر عليك أنت لما ترجع تاني إن أنت تزيد في الوزن، هيبقى خلاص أنا مش عايز أخس، انا هيبدا ان هو يتقبل فكره ان الدايت عباره عن حرمان، وان هو انا جربت كل حاجه ومفيش حاجه نافعه معايا، فخلاص فهو الدايت مش حرمان، المهم ان انت تعرف ازاي تبتدي صح. الدايت بتاع كل واحد بيكون ليه دايت مناسب ليك، فشوف الدايت المناسب ليك واعمله. تمام. انا سعيده جدا بوجودك معايا النهارده، اتشرفت بيكي جدا، وان شاء الله نقرر الحلقات ونقول بعد كده انظمه للساده المشاهدين ونفتح لهم المداخلات عشان ناخد اسئلتهم ان شاء الله في حلقات تانية معايا باذن الله. نورتيني يا ياسمين. بنورك. لحد هنا وصلنا لنهايه الفقره مع استاذه ياسمين، معانا فقره مهمه جايه عن التعليم وعن اولادنا وعن التاسيس الخاص بالاطفال من سن 3 سنين، انتظرونا بعد الفاصل، محدش يروح بعيد. نيو امي ليموزن بتقول لك شغل عربيتك، مطلوب سيارات للعمل في شركه خدمات بتروليه وعربيات تانيه كتير من موديل 2018 حتى 2023، وليك الحق انك تطلع على عقد الشركه اثناء التعاقد، ودخلك هيوصل من 15000 ل 35000 جنيه. يلا مستني ايه؟ الحق وديها واحجز مكانك وشغلها مع نيو امي ليموزن، وسيبك من الكلام اللي ما فيهوش مصداقيه. نيو امي ليموزن. شبابنا في أكاديمية تعليمية للأطفال
تقدم برامج تعليمية مصممة خصيصة تلبية احتياجات الأطفال الصغار. نحن هنا بتقديم بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لنمو الطفل. برامج ناتش من تعلم اللغات والرياضيات والفنون والموسيقى. نحن نهدف إلى تعزيز مهارات الطفل وتنميها. شق فريق نمكون من معلمين مؤهلين ومختصين في تطوير الطفل. إلينا اليوم مساعد الأطفال كم على بناء مستقبل.